أخبرنا بخبر جيد وهو عودة السيدة رانيا عبد المسيح التي كانت اختطفت أو اختفت من أسرتها منذ فترة. كنا تناولنا الموضوع معنا في مساء الخير أكثر من مرة، والمرة الأخيرة كان معنا المحامي الأستاذ استفانوس ميلاد، المحامي المتابع لقضية رانيا. هيكون معنا دلوقتي كمان نطمن عليها وبعد عودتها وعلى سلامتها وهي موجودة فين دلوقتي. مساء الخير أستاذ استفانوس. الخير استاذ اولفا، ازي حضرتك؟ برحب بحضرتك وانا سعيد ان معانا اخبار جيده. ده يعني بتشجيعكم ومحبتكم. الحمد لله. محتاجه اطمن على السيده رانيا، رجعت امتى وتفاصيل الرجوع لو امكن؟ هي احنا نطمن الكل انها يعني نشكر ربنا رجعت، ورجعت عايز اقول حاجه كمان مهمه، صلوات قداسه البابا وبصلوات سيدنا انبا بنيامين اللي من اول لحظه، ودي أنا بقولها شهادة أمام الكل، من أول لحظة قال أنا عندي وعد إلهي إن هي هترجع، وهترجع كرانيا عبد المسيح مش حاجة تاني. خلينا نقول مضى حق وراء مطالب، يعني واضح إن كان في إصرار وثقة في فيها، وفعلا ما شفتش يأس ولا لثانية واحدة. لا طبعا ما فيش يأس من أي طرف من الأطراف، سواء سيدنا سواء أسرتها سواء حضراتكم سواء القيادات المسؤولة، يعني من كل الأطراف فعلا ما فيش أي يأس، وزي ما حضرتك قلتي لا يضيع حق وراء مطالب. يعني هي كويسة بخير مهما حصل، كله كويس، ونشكر ربنا ونشكركم على مجهودكم ونشكركم على محبتكم. يعني هي موجودة دلوقتي مع أسرتها في قرية العراقية بالمنوفية ولا في مكان تاني؟ يعني لسه التنسيق ده نبقى نعلن عنه بعدين، يعني هنقول انها بتستجم حاليا. تستجم بالظبط. طيب خليني اسالك السؤال المباشر والاهم، هي رجعت لم تشهر اسلامها؟ لا 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 لا، رجعت رانيا عبد المسيح. تمام، كل الشكر لحضرتك، الف مبروك رجوعها لبيتها. عايز اقول حاجه تانية استاذ الفت، اتفضل. للكل احنا بصلوات سيدنا وبصلوات زي ما قلت قداسه البابا والمسؤولين، احنا لا نخضع لاي لفظ تهديدي ولا اي حاجه. كل ده زي ما بتقولي لا يضيع حق وراء مطالب، فاي حق احنا هنطالب ب ان هو نسترده، وفرصه تاني يعني بناشد تاني المسؤولين باعاده جلسات النصح والارشاد. كل الشكر، هي دي حل وصمام للموضوع كله. كل الشكر حضرتك أستاذ استفانوس ميلاد، المحامي والمتابع لقضية رانيا عبد المسيح. ببارك لها، ببارك لحضراتكم، ببارك لأهلها والأهم بناتها اللي هم رجعت لهم أمهم في سن يعني كانوا أكيد محتاجين أنها ترجع. احنا كمان مبسوطين لرجوعها. كل الشكر للأجهزة الأمنية اللي لم تتوانى لحظة في العثور عليها والاطمئنان عليها ورجوعها لبيتها ولبناتها. كل الشكر للقيادات اللي كانت سهرة على هذه القضية اللي كانت من السهل انها تعكر صفو الشارع المصري، لكن ما حصلش غير تضامن اكثر وتكاتف اكثر في البحث عن السيدة رانيا.